بكلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبين أيدينا شهر كريم مبارك افترض الله علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره وكان عتقا لرقبته من النار. شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. الموفق من عباد الله من يغتنم أيام هذا الشهر ولياليه في التقرب إلى الله عز وجل صياماً وقياماً وذكراً وقرآناً وخشية وإنابة ودعاء وتضرعا. الموفق من عباد الله من يحفظ وقته في رمضان، يقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، مدارسة وتعلما. الموفق من عباد الله من يحفظ ليله في رمضان فيصف قدميه بين يدي الله عز وجل ذاكراً داعياً راجياً فيما عند الله راغباً، وهو يعلم يقيناً أنها أيام وليال معدودة، كما قال ربنا سبحانه أياماً معدودات. أياماً معدودات. السعيد الموفق من اغتنمها في طاعة الله عز وجل
والشقي الخاسر من ضيعها في لهو ولعب. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن لربنا في بقية أيام دهرنا نفحات، قال: فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن رمضان ضيف كريم، ضيف كريم لا يطيل المكث، لا يستديم البقاء، سرعان ما تتصرم أيامه وتذهب لياليه، وأكثر الناس مفرطون مضيعون. رمضان أيام معدودات، كان الصالحون من هذه الأمة إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هما خصلتان، قراءة القرآن وإطعام الطعام. قراءة القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن، وإطعام الطعام لأنه من أحب العمل إلى الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رمضان شهر القرآن، شهر الجود والإحسان، ضيف كريم، وهو كذلك مضيف كريم، يستضيفنا بنفحاته، برحماته، بهباته، بصلاته. السعيد الموفق من تعرض لتلك النفحات وحرص على تلك الهبات والصلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. هذه هيبات رمضان أيها المسلمون عباد الله. إننا في كل سنة نصوم رمضان، لكن أكثر الناس يصوم رمضان إبراء للذمة، يريد أن يسقط هذا التكليف، يريد أن يتخلص من تلك المشقة، وقليل من الناس من يستحضر معنى الإيمان والاحتساب. نصوم رمضان إيمانا بالله الذي افترضه علينا، إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رغبنا فيه، والذي أخبرنا أن رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما لم تغش الكبائر. نصوم احتسابا للأجر عند الله، وإن اشتد الحر، وإن طال النهار، وإن عظمت المشقة، لأننا نعلم أن التعب يزول والأجر يبقى. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المسلم إذا تعب في سحابة نهاره فإنما يحتسب ذلك عند الله عز وجل. لا بد أن نستحضر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون عباد الله، كثير منا يحرص على قيام رمضان، يحرص على أن يؤدي صلاة التراويح،
لكن قليلا من الناس من يسعى إلى الصلاة التامة، إلى الصلاة التي تحلى أهلها بالطمأنينة وبحثوا فيها عن الخشوع ورتلوا القرآن ترتيلا، بل ربما يتسابق الناس إلى المساجد التي تطوي صلاة التراويح طيا وتقضيها في أقصر وقت وبأقل جهد. نقول لا، الأجر على قدر التعب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العشاء ابتدروا سواري المسجد ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل يطيلون القيام حتى كانوا يستندون على العصي، هل لأنهم رضوان الله عليهم كان لهم فضول من الوقت، ما كان هناك شيء يشغلهم، هل لأنهم رضوان الله عليهم ما كانت لهم أعمال أو دنيا ينصرفون إليها بعد عشائهم؟ لا والله، كان لهم أزواج وأولاد، وكانت لهم دنيا وأموال، وكانت لهم متاجر ومزارع، لكنهم رضوان الله عليهم علموا أن رمضان شهر لا كالشهور، وأن أوقاته لا كالأوقات، ولذلك اغتنموا الليالي والأيام في طاعة الله عز وجل. هكذا كانوا في قيامهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالصالح، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس يحرص على الصدقات في رمضان، وهذا عمل مبرور مشكور وصاحبه مأجور، لكن لا بد أن نستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان، والصيام جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قبل أن أستحضر أن صدقتي هذه قد تطفئ جوع هذا الفقير أو حاجة ذلك المسكين، لا بد أن أستحضر أني أريد بها أن أطفئ خطيئتي، أن أكفر سيئاتي، وأني أضعها في يد الرحمن جل جلاله قبل أن أضعها في يد ذلك الفقير أو المسكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله جل جلاله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم فصيلة، كما يربي أحدكم بهيمته تكبر يوما بعد يوم. هكذا التمرة التي تصدقت بها من كسب طيب تبتغي بها وجه الله، ما أتبعتها منًا ولا أذًا، هذه التمرة الله عز وجل يربيها، يكبرها، ينميها، تجدها يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها المسلمون عباد الله، إن الموفقين المسددين يحرصون في رمضان على أن يرتلوا القرآن ترتيلا. آيات القرآن تجري على ألسنتهم بالليل والنهار، الواحد منهم يختم القرآن مرة بعد مرة، ختمة إثر ختمة، ما عنده شيء يشغله إلا القرآن. لكن لا بد أن نجعل للتدبر نصيبا، فإن الله جل جلاله قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها؟ الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من التدبر، لا بد أن نعقل عن الله عز وجل مراده، لأن الله تعالى ما جعل القرآن كتابا للتاريخ، بل أنا وأنت وهو وهي الكل مخاطب به. الله جل جلاله خاطبنا بهذا القرآن، لا بد أن نتدبر آياته، أن ننظر في كلماته، فهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أيها المسلمون عباد الله، احذروا لصوص رمضان، فإن لصوصا متخصصين يسرقون من الناس رمضان، ولربما يخرج أحدهم من رمضان مأزورا غير مأجور عياذا بالله. ربما يكون رمضان شاهدا له لا عليه. أول هؤلاء اللصوص أيها المسلمون عباد الله، أجهزة الإعلام من قنوات فضائية ومحطات إذاعية تنشر على الناس غثاء ومجونا وفجورا، وتشغلهم بسفاسف الأمور، تعرض على الناس مناظر ينظرون إليها فيأثمون ولا يؤجرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. أنت يا من تنظر إلى شاشة التلفاز إلى امرأة تبرجت وتهتكت وتجردت من حيائها، إنما تزني بعينيك، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا. رمضان ليس وقتا للنظر إلى تلك المشاهد والتفحص فيها. رمضان الحسنة فيه ليست كالحسنة في سائر الشهور، والمعصية فيه ليست كالمعصية في سائر الشهور. شهر له حرمته، له مكانته، اختصه الله بإنزال القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حتى الأعمال المباحة أيها المسلمون عباد الله في رمضان الإنسان يتخفف منها. ليس رمضان شهرا للمسلسلات ولا للأفلام ولا للأغاني ولا للمسرحيات، وليس شهرا للفوازير ولا للنكات. رمضان شهر للذكر والدعاء والقرآن والتوبة والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. من لصوص رمضان أيها المسلمون عباد الله تلك المجالس اللاغية والأحاديث اللاهية. بعض الناس يعلون في كل ليلة من ليالي رمضان أن يجتمعوا وقتا طويلا من الليل، يتجاذبون أطراف الحديث ما بين غيبة وسخرية وهزء ولهو ولعب وقيل وقال وما إلى ذلك. رمضان شهر للعكوف مع النفس، لا للعكوف على الآخرين وأخبار الناس وقيل وقال. رمضان الإنسان يعتكف مع نفسه، يقبل على ربه، يرتل القرآن ترتيلا. رمضان شهر الاجتماع الشمل مع العيال، مع الأهلين، مع الأزواج، اجتماعا على طاعة الله لا على معصية الله. ومن لصوص رمضان يا معشر الشباب أن بعضكم يظن رمضان شهرا للتسلية
شهرًا للمباريات، شهرًا للكرة، شهرًا لسهر الليالي مع نوم النهار، فتجد الشاب من هؤلاء بالليل هائم وبالنهار نائم، يقلب الليل نهارًا والنهار ليلًا، هو بالليل في الميادين يقفز ويلعب ويروح ويجيء ويجري، ثم بعد ذلك إذا عسعس الليل وذهب فإنه يتحول إلى جثة هامدة. أين الصلاة مع الجماعة؟ أين النوافل؟ أين القرآن؟ أين الذكر والدعاء؟ كل هذا لا مكان له. كثير من الناس ما فقهوا المراد من رمضان، ولا عرفوا الحقيقة التي ينبغي الوصول إليها في رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تخرجون من رمضان وقد تخلقتم بهذا الخلق الكريم، خلق التقوى الذي يوصلكم إلى الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلمات كالضياء تجلو عن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كلٍ وصحب كلٍ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلنجعل من رمضان شهرًا للتكافل والتراحم، شهرًا لمساعدة الفقراء والمساكين، ولإطعام الجياع والمحتاجين، شهرًا نظهر فيه الخير من أنفسنا، نتقرب إلى الله عز وجل بأعمالنا نرجو بها ما عنده من أجر وثواب، لا رياء ولا سمعة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، يجود بماله ويجود بطعامه ويجود بعلمه ويجود بثيابه ويجود بوقته، كل أنواع الجود التي تخطر على البال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فيها، فهو حقيق بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هكذا كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا بد من توجيه رسالة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. أقول لإخواننا القائمين على أجهزة الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنشروا على الناس الترهات والأباطيل، ولا الأكاذيب والأقاويل، لا تنشروا على الناس فحشًا ولا خنا. اتقوا الله في المسلمين، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ادعوهم إلى الله، علموهم العلم، لا بأس في ترفيه المباح. أما أن تكون البرامج مسخرة لا لدعوة إلى الله، ولا لنشر معلومة صحيحة، ولا علم نافع، ولا ترفيه مباح، وإنما غايتها ملء أوقات الناس بغثاء لا يصلح دنيا ولا يدخر لآخرة، فتلك هي الخيانة، تلك هي الخيانة.
والله جل جلاله سائلنا عن كل كلمة نفوه بها، عن كل كلمة تخطها أيدينا، ولا أن يلقى الله ربنا لأن يلقى الله امرؤ منا بفاحشة قد ارتكبها أو ذنب قد اقترف أهون من أن يلقاه بفاحشة ينشرها على الناس، بباطل يروجه بين المسلمين. لو أن الإنسان أذنب ذنبا، أخطأ خطيئة، أسرف على نفسه، فهو مسؤول عن نفسه يحاسب عليها. أما أن ينشر ذلك في وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية فيراها مئات الألوف ولربما الملايين أو عشرات الملايين من الناس، فتلك هي الطامة الكبرى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنها أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من نواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخير ويجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبِّت أقدامهم، وقوِّ شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدِّد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم بلِّغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم أعِنَّا على اغتنام الأوقات في فعل الخيرات، اللهم أعِنَّا على اغتنام الأوقات في التقرُّب إليك بالطاعات. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدًا لنا، ولا تجعله شاهدًا علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.